stanno loro a noi. Basta sarai tu, la cappella sua. ترضي إياها شوي يعني تكون هيك بهالحجة كمل بلشت أنا مع أخوتي الاثنين تانيا وكارلا كل واحد عنده سبيشالتي تبعيتها تانيا جرافيك ديزاينر كارلا جيمولوجي وجولري ديزاينر وأنا فاشن ديزاينر حبينا نعمل شيء مع بعضنا وبلشنا سان فلاورز ب 2005 وفتحنا أول محل 2006 ومن بعد هيك كبرنا وفتحنا كذا محل ودونك حبينا نعمل اول شيء بلشنا نعمل بيبس لانه كان عندنا انا كان عندي بيبي صغار هلا كبروا وكارلا كان عندها جولري ديزاين شيء صغير وتانيا عملت لنا كل اللوجو وكل كل الكلتشز كنا نعمل بعدنا بنعمل كلتشز وهي كانت تهتم فيهم هلا كلنا صرنا نعمل كل شيء ثلاثتنا مع بعض سو عندنا فاشن ديزاين لاين كلوز ديزاين يعني فور ادلت وحبينا نعمل زيت الشيء للولاد We follow the trend للأكبر بس للبيبيات وهيك so you can always create stuff انت بدك مش مثل الترند بدها